السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد عن تخفيض السيارة سيتروين سي 5 2020. تخفيضات وصلت ل 35,000 جنيه. الفيديو ده واحد من سلسلة فيديوهات بتتكلم عن تخفيضات السيارات في مصر. جمعنا كل التخفيضات اللي تمت من 2019 لحد 2020 لحد وقتنا هذا، وحطناها في سلسلة فيديوهات علشان الناس تبقى عارفة كل عربية وكل شركة نزلت كام، وهل فعلا الشركات نزلت السعر ده فعلي وبتخفيضات محترمة، ولا يدوب بس عشان تسمع انها خفضت نزلت 5000 او 6000. برضو عشان الناس تعرف الشركات اللي بتتلاعب في الموضوع ده وبتعلي السعر وبعدين ترجع تنزله تاني علشان يتقال انها خفضت، لما الناس ينسوا طبعا خبر القديم بتاع انها علت السعر. كل الكلام ده علشان لما تيجي تاخد قرار شراء تبقى عارف انت داخل على شركة فعلا خفضت سعر عربيتها، ولا السعر عالي والعربية بتنافس، ولا ما بتنافسش. ولا انصح طبعا بالشراء في الوقت الحالي، وحاليا العربيات والشركات كلها في حرب وبتخفض الاسعار، فما اعتقدش ان ده وقت مناسب للشراء. اعلن القصراوي وكيل سيارات سيتروين في مصر تخفيضات على كافة اسعار سيتروين في السوق المصري. شفنا تخفيضات سيتروين سي اليزي وتخفيضات سي 5 2020. سيتروين سي 5 بتنافس اوبل جراند لاند وبيجو 3008 موديل 2020 ورينو كادجر وسوبارو اكس في ميتسوبيشي اكليبس، عربيات كتير جدا، ومعظم العربيات دي حصلت على تخفيضات قوية في الاسعار وفي انتظار تخفيضات اخرى على مزيد من السيارات. الفترة دي هي فترة تخفيضات قوية في الاسواق المصرية، وقاعدين نتفرج طبعا على تخفيضات قوية جدا من كافة شركات السيارات على جميع الانواع وجميع الفئات السعرية. عشان كده خطوة الشراء حاليا هي خطوة غير موفقة، لان الفترة القادمة في السوق المصري هنشوف تخفيضات قوية جدا. العربية سيتروين سي 5 تخفض سعرها عشان تتمكن من منافسة مع عربيات تانية زي اوبل جراند لاند وبيجو 3008. يعني مثلا الفئة الاولى من سيتروين سي 5 نزلت بسعر 405,000 بدل 440,000 بتخفيض 35,000 جنيه. الفئة التانية نزلت بسعر 465,000 بدل من 490,000 تخفيض 25,000 جنيه. الفئة التالتة نزلة بسعر 520,000 بدل 540,000 بتخفيض 20,000 جنيه. الفرق بين التلات فئات من سيتروين سي 5، الفئة الأولى فيها أربع وسائد هوائية، فيها كل أنظمة الفرامل اللي احنا عارفينها الـ ABS والـ EBD والـ ESP، فيها حساسات ركن خلفية، شاشة معلومات 4.2 بوصة. الفئة التانية تزيد على الأولى بمكيف ثنائي المناطق، حساسات ركن أمامية، كاميرا خلفية، نظام ستارت انجن، شاشة معلومات 12.3 بوصة. الفئة الثالثة تزيد على كل الكلام ده بمكيف خلفي وشاحن هواتف لاسلكي ومساج في الكراسي السائق والراكب الامامي. الفئة الاولى نازلة ب 405، الثانية 465، الثالثة ب 520. وبسبب تخفيض اسعار جميع العربيات الموجودة في الفئة السعرية دي ما تغيرش المنافسين بتوع العربية بشكل كبير. نهاية الفيديو، اتمنى اكون قدمت لكم معلومة مفيدة. اشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.